نتيجة هذا الحراك الذي قامت به نقابة المحامين، فقد فرض على نقابة المحامين العديد من العقوبات من بعض الجهات التي كانت معنية بوجود هذه القرارات بقانون. كان من هذه العقوبات أنه قد تم إلغاء السندات العدلية، السندات العدلية التي تمثل شريان حياة لنقابة المحامين، والتي تمثل شريان حياة والمعمول بها للمحامين، والمعمول بموجب هذه السندات منذ العام 2009 ويتم العمل بها بشكل يومي وآني أمام كافة كتاب العدل. إلا أنه نتيجة هذا الحراك قد فرضت عقوبات على نقابة المحامين، كانت هذه العقوبات بإلغاء هذه السندات. حاولنا التواصل مع كافة الجهات من أجل إنهاء هذا الموضوع وعدم الخوض في مشكلة وعدم الدخول في خلافات أو حراك نقابي، إلا أن كافة هذه الجهود قد باءت بالفشل. يعني هناك محاولات لشق الصف، وهناك محاولات لتحريض الهيئة العامة، وهناك محاولات لتحريض الجهات التي تعمل مع المحامين، فقيام الموظفين أو بعض الموظفين، ولا أقول كل الموظفين، بمحاولة الاعتتاء كما حصل بالأمس مع زميلنا في محكمة بداية نابلس، أن يقوم أحد الموظفين بالاعتداء اللفظي عليه، هذا أمر مفروض وهذا أمر مستنكر ولن يتم السكوت عنه، وهذا نتيجة حالة الفوضى وحالة التحريض التي تتبع ضد المحامين والزملاء. هذه أيضا من العقوبات التي فرضت على نقابة المحامين، هذه أيضا من العقوبات التي فرضت على المحامين نتيجة حراكهم النقابي المهني الحر. هذه النقابة التي تعمل بموجب قانون فلسطيني صادر عن المجلس التشريعي الوطني الفلسطيني، وهذه الصلاحيات ممنوحة لهذه النقابة وللهيئة العامة بموجب هذا القانون منذ العام 99، والتي يعمل بها سواء مجلس القضاء الحالي والمجالس القضائية السابقة على مدار سنوات طويلة. المستفيد أصحاب النفوذ، المستفيد من المؤكد هم أصحاب النفوذ الذين يرغبون في سن القوانين كما يريدون، ووضع القوانين التي يريدونها وحسب ما يريدونها. هؤلاء هم المستفيدين، يجب إسكات نقابة المحامين، هكذا هم ينظرون إلى الموضوع. طالما بقيت نقابة المحامين صوت حر تستطيع الحديث وتستطيع التواصل وتستطيع تحريك الهيئة العامة، فلن يكون أمامهم أي طريقة لسن القوانين التي يرغبونها. لذلك هم يسعون دائما وأبدا لإخراس نقابة المحامين لإسكات نقابة المحامين. ولكنني أؤكد وأقول أن نقابة المحامين بهيئتها العامة هي نقابة قوية، لن يتم إسكاتها، وسنستمر نحن في مجلس النقابة والهيئة العامة في الفعاليات مهما كلفنا الأمر، لحين تحقيق كافة المطالب التي تقدم بها مجلس النقابة والتي تصبو إليها الهيئة العامة، بما يخدم الصالح العام أولا وحماية الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون، وبما يحفظ حقوق ومكتسبات نقابة المحامين. لن نتنازل عن حقوق نقابة المحامين مهما كلف الأمر. كون المضرور الأول والأوحد في تعليق العمل هو المحامي، هذا متفق عليه ومعلوم للجميع، الذي يتضرر من تعليق العمل أولا وأخيرا هو المحامي. لكن صديقي العزيز، في ظل هذه القوانين التي تفرض علينا والتي يتم تشريعها والتي يتم، لم يعد هناك عمل، لم يقعد هناك استمرار، لم يقعد هناك إمكانية. ما هي الإنجازات التي حققت في الجهاز القضائي منذ 5 سنوات أو 4 سنوات سابقة؟ الجهاز القضائي في تراجع نتيجة القرارات الظالمة، نتيجة القرارات العدم المدروسة. هناك قوانين تسن، لو ما طبقت هذه القوانين، مراسيم قانونية وقرارات بقانون، لو طبقت هذه القرارات بقانون لم يبقى للمواطن شيء يستطيع الحفاظ عليه. هناك انتهاك واضح، انتهاك صارخ لحقوق المواطن الفلسطيني.